ورحتوا فين يا تحية؟ فين ده ايه؟ بقولك كاميليا خدتك ورحتوا فين؟ أبدا ما خدتنيش في أي حاجة، أنا وصلتها وبس. كل ده بتوصليها؟ لا، لقيت نفسي مخنوقة شوية، عديت على سليمان بيه. فيها حاجة دي؟ عديت عليه فين؟ عنده في البيت. قاعدة مع راجل غريب في بيته في وقت متأخر زي ده يا هانم؟ ليه؟ متجوزة طرطور؟ ايه الاسلوب الرخيص اللي انت بتتكلم بيه ده؟ انت اللي تصرفاتك رخيصه. اوعي تهدي، انا ما اسمحلكش. وكمان ليك عيب تكلمي. انا ما عملتش حاجه غلط. وجودك مع راجل غريب في بيته لحد دلوقتي يبقى صح. سليمان بيه مش غريب، ده راجل صاحب فضل عليا، وبعدين ده زي ابويا. بس مش ابوكي. اقفي وانت بتكلميني. انا ما اقدرش على رجولتي ان مراتي تبقى كده. اوعي تهدي، يكون في علمك بقى انا اشرف ست هتشوفها في حياتك وفي عمرك كله. وطالما رجولتك بتنقح عليك قوي كده يا حبيبي، يبقى ما ننفعش البعض، وطلعني. طب انت طالب ايه مالك؟ ما تعيطي ليه انت كمان؟ يعني انت مش قاسية عليا طالما اخدك شوية يا ضحى؟ ما هو الراجل اللي يشك في مراته وهي بتصونه ما يبقاش راجل. سارة تنزل عليه دمعه واحده. انا ما بعيطش عليه يا اختي، انا بعيط عليك انت يا دكتور. بتفكري في ايه ام عامر؟ ياه، انت ما كنتيش هنا خالص. يا ترى ايه اللي واخدك مننا؟ ولا حاجه، حال الدنيا. وانت عامل ايه من غير انور السادات؟ اظن ما اتعب ليك، كان دمه خفيف وابن نكته. والله ليه وحشه، السنتين اللي قعدوا معانا احنا ما حسيناش بيهم. ربنا يكرمه بقى في شغله الجديد، والقعده في وسط اهله احسن برضه. ربنا يسترها معاه ومعانا يا رب، هو واللي زيه يا رب. غريبة يا زكي، الراجل اللي هناك ده من ساعة ما قعدنا ومش عايز يشيل عينيه من عليا. يا سيدي سيبك تاني. على رأيك، أنت مش ناوي تعزمني على العشاء ولا إيه؟ يلا بينا. يلا. بعد إذنك لو سمحت. إلزم خدمة؟ إيه رأيك تشتغل في السينما؟ سينما؟ أشتغل إيه في السينما؟ ممثل. أنا شايف إنها فرصة يا رودي. فرصة إيه؟ إن أمثل؟ مش ممكن طبعًا. أنت خايف الأباظية يرفضوا؟ حتى لو وافقوا أمثل إزاي؟ أنا معرفش. المخرج كمال بركات قال إنه هيعلمك. يعلمني إيه يا زكي؟ هي لعبة؟ لا طبعًا مش لعبة. ده فن ومسؤولية كبيرة ومشوار طويل. بس أنا حاسس إن أنت هتنجح وهتبقى ممثل كبير. قصدك كبير في السن؟ أنا مش فاهم أنت بتحبط نفسك ليه؟ كمال بركات قال ان انت وسيم ووشك فوتوجينيك وتنفع للسينما، انت بقى بتقول لا ليه؟ معرفش يا زكي، معرفش. هو انت رافض التمثيل؟ اطلاقا يا زكي، ده انا بحب التمثيل. بس انا خايف من الفشل. ما بحبش افشل يا زكي. خلاص حاول يمكن تنجح. لا 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 يا تحية، لا ده كتير قوي خالص، مش معقول. كام فيلم في كام شهر؟ مش كده يا بنتي صحتك. ما تخافش عليا يا بيه، ده انا توح. ايوه ما قلناش حاجه، بس انا كنت شايف يعني انه كفايه عليكي قوي فيلم يحيى الفن. امال هتقول ايه بقى لما تعرف ان لسه عندي 3 افلام تانيين ومش عارفه اعمل فيهم ايه؟ كويس، ده ما اسمهوش شهر، ده اسمه انتحار. احنا كلامنا لسه ما خلصش، هروح اخلص المشهد ده بسرعه وارجع لك، اوعاك تمشي. ما كانش قصدي. استاذ احمد سالم، والله ما كان قصدي. ما حصلش حاجه، حصل خير يا توح. خير يا دكتور. الملك مهتم قوي بتدعيم الحرس الحديدي، لازم نزيد في القوه وفي العدد. وهو الملك قلقان من حاجه؟
في كلام عن بعض التنظيمات السريه الموجهه ضد جلاله الملك، بس الاخطر والاهم من كده ان في شكوك ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل في الجيش. زي ايه يا دكتور يوسف؟ هو ايه اللي زيها يا مصطفى؟ ما دام الملك عايز يعرفها واحنا كمان لازم نعرفها. بس بقول لك ايه يا بيه؟ هو احمد سالم شخصيته قويه فعلا زي ما بيقولوا عليه؟ مش كده وبس، احمد سالم فنان بارع، فنان شيك، ابن ناس. بس بيقولوا عليه انه عصبي قوي زياده عن اللزوم. شوفي، هو في الحق يمكن يكون حنبلي شويتين، لكن لو تدخلي جواه هتلاقي طيبه الدنيا من اولها لاخرها. خدي عادي. من يد من اعدمها يا مدام. خدي يا ابو عصام. الف شكر يا مدام تحيه. الحمد لله بالسلامة يا ست الكل. أنت فين يا راجل يا عجوز يا طيب؟ أني رهن الإشارة. طب امسك. ربنا يخليكي ولا يحرمناش منك أبداً يا رب. طمني، أخبار الغالية مراتك إيه؟ هي بقى زيجين الحمد لله وبتدعي لك والله. طب الحمد لله، ربنا ما يحرمكوش من بعض يا رب. تعيشي. إيه ده بقى؟ أنت الأجر اللي بتاخديه بتوزعيه على عمال ولا إيه؟ مش جايز، ربنا بيرزقنا برزقهم يا أحمد. ممكن اعزمك على العشاء؟ اقول لك غرامه بغرامه اعزمك انا بقى. والله زي ما لا 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 لا، انا عارف في ايام سودة كده يا مستر. يا ساتر. اقول لك حاجه وما تزعلش، ما كانش فكري ابدا ان دمك خفيف قوي كده. امال اللي كنت فاكراني ازاي يعني؟ جد حبه وقور حبة. والكشري حبتي. عندنا في الريف في مثل بيقول اللي ما يعرفك يجهلك. استاذ احمد قول لي، هو حضرتك من الريف منين؟ طيب الاول كده بلاش حكاية استاذ احمد دي، ولا احنا مش هنبقى اصدقاء تروح؟ يا سلام، ده يشرفني يا استاذ. تاني يا استاذ. تحية. تحية. اصحى يا توح. اصحى حبيبتي، يلا بقينا العصر عندنا شغل. سيبيني انام كمان شويه والنبي اجوب. الله، هسيبك تنامي واحنا عندنا شغل. يعني هو الشغل هيطير؟ مش هيطير، بس يا اختي اللي اعرفه عنك ان انت ملتزمه وبتحبي تروحي في مواعيدك. عارفه شفتي مين النهارده في الحلم؟ خير يا رب، اللهم اجعله خير. مين يا توحة؟ الاستاذ احمد سالم. اهو يبقى استعوائك بقى وبيقول لك يلا يا توح. لا يا هبله، ده كان قاعد معايا واحنا الاتنين كنا لوحدنا، عينيه في عينيا وايديه في ايديا، ما نطقش ولا كلمه، بس عينيه كان فيها كلام كتير. كلام كتير يعني ايه؟ ما انتش عارفه بقى يا جوجو. لا يا اختي مش عارفه. هو انا يا ضحيه كنت معاكي في الحلم؟ ده انا حتى ما كنتش نايمه جنبي. احكي لي والنبي، والنبي احكي لي. طب بس بقى ما تفوقنيش من اللي انا فيه، ما تفوقنيش من الحلم. ما انت صحيتي خلاص يا ضحيه. المهم بس يا اختي تصحصحي نفسك كده وتفوقي لحسن احنا مش حمل صدمه كل شويه. انا مش قصدي كده، انا قصدي ان راجل مش عادي، برنس، راجل قوي وحنين قوي. والحين يا اختي نعرف الحاجات دي كلها امتى؟ من اول قعده. استرها معانا يا رب، والنبي يا رب احنا مش ناقصين. جرى ايه يا هبله انت؟ وانا قلت لك رايحه اتجوزه. ما هي اختي بتبدا كده في الاول. تقصدي ايه يا مقصفه الرقبه انت؟ راجل قوي وحنين قوي، وبعدين مأذوب مرتين، جواز وطلاق. يا سلام، طب لمي لسانك بقى وتلمي احسن لك. وبعدين ده انا قلت لك ده حال، هو حقيقه ده الراجل على ذمته واحده وما اعتقدش ان في باله اصلا.
تعال. ايوه يا استاذ احمد. تحيه وصلت ولا لسه؟ لا لسه ما وصلتش. طيب اول ما توصل بلغني على طول. حاضر يا استاذ احمد. طبعا انتوا عارفين الكابتن حسين عاكف الطيار الخاص لجلاله الملك. اكيد عارفينه طبعا، وكلكم عارفين بعض كويس. المهم احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه حكايه التنظيمات السريه اللي ملت البلد، وكمان عايزين نعرف التحركات الغريبه لبعض ضباط الجيش دي، لابد من رصدها. احنا فعلا بنحاول نرصد ده من فتره. مفيش حاجه اسمها بنحاول يا دكتور، في انكم لازم توصلوا له. انا هنسق مع مجموعه الحرس الحديدي للأسر، ان شاء الله هنوصل له. بس الحكايه يا باشا يعني محتاجه شويه وقت. مفيش وقت، جلاله الملك مستاء جدا من الاخبار اللي بيسمعها. في منشورات سريه بتتوزع دلوقتي ضد جلاله الملك، ولازم المهزله دي تتوقف فورا، والا احنا مش عارفين جلاله الملك ممكن تصرفه يبقى ايه. حاضر حسنين باشا، حاضر. مش هوصيك يا كابتن. تلاش يا باشا، ان شاء الله كل شيء يبقى تحت السيطره لما نشوف. واضح ان حسنين باشا معتقد ان احنا مقصرين. الحقيقه انا عذره، انا شايف ان توتره نابع من توتر جلاله الملك، وانا بحكم قربي من جلاله الملك لمست توتره من اللي هو بيسمعه. جلاله الملك يخشى حدوث اي شيء داخل صفوفه في الجيش. انا ضابط في الجيش، واستبعد ان يكون في اي حركات تمرد داخل الجيش. معلش نتاكد اكتر، احنا عايزين جلاله الملك يطمن على الاخر. بقى معقول عايزني عشان اطمن على شغلي وبس؟ لا، عايز اطمن عليك انت كمان يا توح. طب يا سيدي انا الحمد لله كويس. الحمد لله. تحيه، انت في حد في حياتك حاليا؟ طبعا في. مين يا تحيه؟ امي واهلي والمزغوده جمالات. انت حياتك مليانه قوي. شفت بقى؟ تحيه انا معجب بيك جدا. وانا معجبه بيك، انت فنان كبير قد الدنيا. ايوه بس انا مش معجب بيكي كفنانه بس. مش عارف، انا خايف اتكلم صوتين. مش فاهم. تالي انت فاهمه اللي جواكي. انت لو مش متجوز والنعمه كنت اتجوزت. بقول لك ايه، انا ما بحبش المعاكسه، انما بقى لو بترسم عليا وغرضك خير ارسم من الصبح. ماشي يا جميل. جمالات، اسمي جمالات، ارسم عليا بشويش لحسن انا بنت بنوته والكلام الحلو بيدوبني. ماشي يا جمالات، وانا اسمي سباعي. سبع، والله سبع. انت كنت رايحه فين؟ نسيت، أصلك كهربتني، نسيتني. وأنا كمان نسيت أنا كنت رايح فين. أخ افتكرت. كنت رايح أجيب لمبة غير اللي اتحرقت. لو أنت كهربائي عشان كده كهربتني. كهربائي؟ أنا استقضاء. وأنا بشتغل مع كاريوكا. يا لهوي، دي ست عايزة تغير هدومها وما قلتلهاش. ده إيه أصله ده؟ ايه البت الملسوعة دي؟ وايه كهربائي دي؟ وقلت له ايه يا توح؟ قلت له قلقانة، وانا دخلت تجارب كتيرة قوي وفشلت، وانت راجل متجوز وانا مش عايزة مشاكل. لا مش متجوز اي حد، دي امينة البارودي، يعني المشاكل جاية جاية. ما هو انا كمان سبته ومشيت، ما قدرتش اواجهه، ما قدرتش ابص في عينيه، حسيت انه متضايق قوي، وانا من ساعتها مش عارفه ايه اللي حصل لي. قصدك ايه يا كاريوك؟ مش عارفه، جايز حسيت بخوف، قلق، حيره، لهفه. اللي باين في عينيك يا توحه انك ملهوفه عليه بس خايفه منه. ما هو كمان راجل ما يترفضش.
ده لما صدقت لقيتك يا بت. بس اهم حاجه بقى انك تحافظ عليا وتكلبش فيا جامد لحسن انها ما تضيع من ايدك يا سباعي. قصدك السندوتش؟ سندوتش ايه يا جعان انت؟ انا بتكلم عليا انا، ولا انا برضو مش نعمه المفروض تحافظ عليها يا سباعي؟ طب عليا النعمه انت نعمه ونص. طب ده لو لقيتك مرميه على الطريق انا افضلك من التراب وابوسك. تبوسني؟ واسمع عليكي وارميكي على جنب. رموك في نوره يا بعيد. ليه يا اخويا انت شايفني حته عيش ناشفه ولا ايه؟ الله بهزر يا بيت. طب ده انا جبتك من اول خطه، حسيت ان كتفي لازق في كتفي، كنت عايز الف الناحيه التانيه واخبطك بالكتف التاني. اخبطني يا اخويا زي ما انت عايز، بس اهم حاجه ما تبقاش فنجره بقى على الفاضي يا سباعي. يا سباعي انا نفسي تبقى سبعي بجد والنبي. ان شاء الله.